بتوجيه من الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي، بدأت مسؤولة القسم النسوي للتجمع في كركوك زياراتها للعوائل التي بحاجة إلى إيصال أصواتهم والوقوف إلى جانبهم، وكانت المحطة الأولى مع الطفل علي الذي أصيب برصاصة طائشة ليلة الاحتفال بأعياد نوروز. من خلال مكتب التجمع الجمهوري النسوي نقوم بزيارة العوائل المتعففة، زيارة العوائل التي بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من المادي. والله الحمد لله أشوفها يعني زيارة رفعت من معنوياتي أنا قبل ابني، يعني أكو اهتمام إنه أكو ناس تريد يعني تهتم بينا، يعني الحمد لله والشكر. ما أحس أنا بوحدنا، لأن علي هذا الواجب علينا حياتي. أنا بصراحة أشعر بأبنائنا، هم أبنائي أنا، أبناء العراق، أبناء النساء الغيارة، الحمد لله، أبناء الماجدات. الله يسلمك. هذا أقل واجب إنه نجي أقلها نزور ابننا ونتحمد على سلامته. الله يسلمك. بالتالي هم قصرت. أطفال العراق إن شاء الله هم صانعي مستقبل إن شاء العراق الله مستقبل بإذن الله. إن شاء الله. أما المحطة الثانية فقد كانت في إحدى رياض الأطفال للوقوف على مستوى الأداء في تلك المدارس بحسب اختصاصها. حضرنا اليوم لافتتاح حديقة مدرسية في روضة رأس المحبة بمناسبة أعياد نوروز وأعياد الربيع الزاهية، وذلك لإضافة روح التعاون المحبة للألوان الجميلة، الألوان الرائعة تحت سماء كركوك الحبيبة، كركوك السلام، إضافة روح التعاون في روح أطفالنا الأعزاء. فثقافة الحب يجب أن يسود بين أطفالنا، لأن هم بنات المستقبل، لأن هم أعمدة المستقبل، لأنهم سوف يستلمون المناصب العليا في المستقبل، فيجب أن يتسلحوا بسلاح المحبة والمودة والوئام. نشكرها، نشكر جهودها المبذولة ويانا، وأيضا بتوصياتها افتتحنا حديقة الروضة. الروضة كانت محتاجة إلى حديقة، لأن يعني الأطفال من يطلعون برا يلعبون يعني يحسون بفد شيء حلو، منظر جميل. وليس غريبا على التجمع الجمهوري العراقي هكذا مواقف، وليست المرة الأولى، بل إنها كانت ولا زالت. لقناة الرشيد الفضائية جودة العسافي، كركوك.